طبعا مباراة ان شاء الله هتكون ممتعة لجماهير ومحبي كرة السلة المصرية، وتحديدا طبعا لجماهير النادي الاهلي المنتظرة للقب الجديد، او خلاص اللقب حسم ولكن تنتظر ان ينتهي اللقب بفوز يعني يليق بختام رائع لدوري المرتبط، وبطولة مهمة للنادي الاهلي. النادي الاهلي بيفوز بهذا الموسم للموسم الثالث على التوالي لدوري المرتبط. بطاقة المباراة طبعا حضراتكم امامنا على الشاشة، المباراة الاهلي وسموحة ستنطلق بعد تقريبا 25 دقيقة من الآن. حكام المباراة ياسر جمال، أحمد غالب، وعمرو زاهد، على ملعب صالة الدكتور حسن مصطفى. أيضا يمكن الفوز وحسم بطولة الدوري المرتبط في هذا الموسم هي البطولة رقم 11 لأجوستي جولبي المدير الفني الإسباني للنادي الأهلي، بيتوج بالبطولة رقم 11 مع النادي الأهلي، رقم كبير، إرث كبير، وحصد العديد والعديد من البطولات سواء البطولات المحلية أو البطولات الإقليمية أو البطولات المحلية. كابتن هاني، يمكن خلينا نشرح للناس أهمية دوري المرتبط ده، بيخلي الأندية أن هي تركز تشتغل بشكل جيد على قطاع الناشئين، بمعنى أن كلمة مرتبط هي ارتباط الفريق الناشئين تحت 18 سنة بنتائج الفريق الأول، ده بيدي مسؤولية للجهاز الفني للناشئين واللاعبين الناشئين ان هم بيشيلوا اسم النادي او بيلعبوا باسم النادي في مواجهات مهمه. شايف ان الدوري المرتبط بعد يعني مرور عده مواسم منه عمل خلينا نقول نتاج جيد لكره السله المصريه؟ خليني بدا زي بدا بس اوجه تحيه طبعا للكابتن محمد اشرف توفيق المدرب فريق الناشئين في النادي الاهلي على العلامه الكامله، ان النهارده الراجل لعب السيزون كله ما خسرش ولا مباراه. فالحقيقه كل التحيه له وعلى مجهوده مع الفرقه، انه عمل فرقه بتلعب ديفنس بمستوى رائع، يعني يمكن هم اوفنسيفلي بس ملخبطين شويه، انما هم في الديفنس فريق النادي الاهلي من اقوى الفرق الموجوده في مصر بتلعب ديفنس. مساله الدوري المرتبط اذا كنا بنتكلم في فاليو يعني ادد فاليو للدوري المصري، دوري المرتبط عمل ايه لمصر؟ لازم نبص للفرق الكبيره، يعني طلع ايه دوري المرتبط من لاعبين للفرق الكبيره. ما مش هتلاقيها كتير، مع احترامي يعني، مع احترامي للجميع، مش هتلاقيها كتير، مفيش، ما طلعش. النهارده احنا التجربه دي يعني هو المفترض، انا من وجهه انا نظري الشخصيه، ان النهارده طالما انا بعمل دوري المرتبط ده من غير نتائج عائده على الدوري السوبر، ما يبقى مش موضوع كتير، فمش ناس بتهتم، لان خلاص عارفين مش هصرف فلوس كتيره في قطاع الناشئين الحته دي، بوصل ناديين ثلاثه في مصر اللي عندهم الامكانيات ان يوصل فرقه بالشكل المستوى ده. انما لو الدوري يفرق في الترتيب، يعني ما تبقاش بس ان انا طالع من دوري المرتبط من غير نقطي اللي انا لعبت بيها عشان العب في دوري السوبر. انا في دوري السوبر هو بينظمني، يعني بيطلع من اول بيخل ترتيب فقط لغير، وبتخش زيرو بعد كده. ده انا شايفه مش صح، يعني مش صح في ان ايه. طب خلينا نقول مثلا ان عمرو زهران، مؤمن طارق خيري، لاعب الفريق الاول في النادي الاهلي، نتاج لدوري مرتبط، هل ده مش كفايه؟ يكون عندك يعني اثنين لعيبه بثقه بهذا الثقل؟ لا مش كفايه. مش كفايه الحجم المصروف ده، نمره واحد. نمره اثنين، في افكار ثانيه، انت بتدور على منتخبات قوميه، مش بتدور على انديه بس، بتدور على فرق قوميه. تعامل دوري المرتبط عشان تعالي لعيبه الانديه علشان تقدر تمثل مصر دولي. فانا الفوكس بتاعي لازم يكون فريق قومي. مش بس الانديه، ما الانديه بس، احنا بنكسب يعني معظم بطولات الناشئين سواء على مستوى السيدات او الرجال، بنفوز افريقيا او افريقيا او على الاقل بنبقى في الفاينل. افريقيا عشان احنا منظمين، احنا عندنا دوري منظم، فالدوري المنظم ده دايما بيفرز فرق منظمه، عندها فكر ووعي تكتيكي، بيعرف يلعب جوه الملعب وبيشتغل. انما ما بتيجي تطلع بره على الدواري الاخرى، على دواري اوروبيه ودواري في الصين او خلافه، لو عندهم دواري منظمه زينا ما بنعرفش نحقق نتائج، لان احنا ما بتنافسش في الليفل ده. وقت المنافسه قليل بالنسبه للفرق الناشئين، يعني فرق الناشئين دي محتاجه فترات اعداد طويله، محتاجين ان هم يبقى عندهم اكسبوجر عالي على انهم يلعبوا ماتشات كتير. ماتشات كتير هي اللي بتطلع لعيب، انك تلعب مباريات هي اللي بتعملك كلاعب، التمرين ما بيعملش لعيب.